للسفيحة اليافوية رح نحتاج لأربع كوب طحين، رشة ملح، معلقتين كبار زيت شعبان ومي للعجين. أما للحشوة فرح نحتاج لبصلتين مفرومين، دجاج مفروم من العز، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، بهارات مشكلة وبابريكا، وربع كوب سمق. نيجي على العجين العويص اللي رح استخدمها اليوم بوصفتين. رح نعمل المطبق بالمكسرات، إحدى الوصفات التقليدية كمان بمصر. رح نبلش بالعجينة، هي عبارة عن طحين، معلقتين زيت ورشة ملح، ولا إشي زيادة. حلو. هاي العجين العويص في ناس بيعملوها فطيرة سبانخ، في ناس بيعملوها مطبق زي ما إحنا اليوم عاملينه بالمكسرات، هو برضو وصفة فلسطينية تقليدية. ما أنا مركز اليوم إنه هدول الوصفات كلهم موجودين بغزة، يعني بحب في كل منطقة بفلسطين مشهورة بإشي. أوكي. تمام. وعندنا هون رشة من ملح. عادين مش بس السبانخ، يعني ممكن اجبان، ممكن اشياء وصفات بيقدروا يعملوها يعني مطبق باللي بدهم اياه. عندنا معلقتين لثلاث معالق من زيت شعبان، انا مستخدم اللي فيه الذره. طيب بدنا نعجن العجين العويص، راح ياخذ تقريبا نص كميه الطحين. عندنا هون اربع اكواب من الطحين، تقريبا بدنا كوبين من المي، ودائما خلوها ما تكونش عجينه كثير ناشفه. هي عندي هيك نسبه كويسه من المي، تتركوها ترتاح. ما شاء الله حطيتي كل باكيت دانا. لا مش كله، انتي رح مش طعم الشركة، طعم كل طعم الكل. لا يعني لازم يجربوا النقط تبعون العز. طيب بس عشان عم بعجن العجينة جاهزة، العجينة جاهزة، بدنا نعمل الحشوة. احنا حكينا انه الحشوة اللي هي الصفيحة اليافوية هي اللحمة المفرومة. اوكي. اللي هي اللحمة المفرومة اللي معصجة بس بضيفوا لها ثم العجينة. عندي ممتازة بالبيت، اذا ما عندكم عجانة شايفين كيف مش ناشفه كثير، بس بدها شويه عجن. طبعا بدي اعجنها شوي كمان بايدك وما بتلزق بايدي، هذا هو المهم بالعجينه. تمام. الحشوه كيف بدنا نعملها؟ خليها تنعجن شوي. بنحط زيت، ايش بيقولوا؟ يعني معظم التعليقات اللي عم تحكي انه انا بتعامل باصلي، بس الاشخاص كثير كمان عم ننقرص من الاشخاص، فعم نضطر ان نتعامل معاهم مثل ما هم بيعاملونا. اوكي. سلسبيل عم تسالك، هاي الطبخه كيف بتتاكل، بالمعلقه ولا تغميس ولا معروف؟ بالتغميس، بالخبز. اوكي. تغميس يا سلسبيل. خلاص عندي العجينه انا هيك، خلاص ممتازه. بدي اخذها ترتاح، اتركها تقريبا 10 دقائق ترتاح او ربع ساعه لحتى اقدر استخدمها. بتقدروا تقطعوها من هلا قطع صغيره، وبتقدروا تخلوها زي ما هي هيك بعدين تقطعوها قطع صغيره. انا والله مريحتها ساعه تقريبا، ما شاء الله ما احلاها العجينه. طيب بحب العجين العويص بكثير وصفات بتدخل. لازم اقاطعك بهذا التعليق. قولي لي. ام خالد عم تحكي لك ما بنحب نشوف الشف متنكده لانك كثير غاليه علينا. متنكده انت اليوم؟ لا بس اليوم اسمعي، اليوم صار في نهفات تعبانه. لا 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 اليوم كان غريب كثير. لما اول ما اشي انا الصبح بصحى بحضر للحلقه قبل ما اجي، في سوارة كثير بحبها دائما لابستها. أوكي. ما بعرف بس عملت هيك نتشت بالباب وانقطعت. انقطعت. نكدت شوي قلت يلا بسيطة، بعدين طلعت رحت بدي اشتري كزبرة وايش كان ناقص علي؟ شيء برضه للحلقة. اوكي. اجيت اطلع الجزدان من الشنطة لقيت حالي ناسي الجزدان. فايش بمحل أول مرة أفوت ولقيته على الطريق وقفت ودخلت. يا الله شو خجلت. بقول لي لا أنا شايفك قبل هاي المرة، قلت له رح تحكي هاي الشفة المشهورة. المهم قولي رجعت على البيت، رحت جبت الجزان ورجعت اشتريت الاغراض ومشيت. مشيت خبطت واحد بالسياره. لا اذا ام خالد اليوم عن جد لا تشب انها نقده. يومي كان بالمره اليوم. يا علينا. طيب الحمد لله على السلامه حبيبتي. عم بقطع العجل بس كيف عرفت؟ مش عن جد بقولها، هي ام خالد الوحيده اللي لاحظت اليوم. طيب عندي بصل مفروم نفس ما بنعمل مبدا اللحمه اللي معصجه. رح استخدم بدال اللحم اللي هو الدجاج المفروم من العز، مستخدم المفروم ناعم، متوفر بكل فروع العز التسعين. زي ما قلت لكم بتفوتوا على جوجل تكتبوا دجاج العز، هيو بس انا تركته يدوب. بتاخدوه من الفريزر. أوكي. بتحطوه بالليل لحتى يدوب بعدين تستخدموه. تمام تمام التمام. هيو بس احنا عندنا هون نحرك البصل وبس، وملح وفلفل وبهارات، هيك بتكون حشوتي جاهزه. دائما الحشوه لازم نعملها وتكون بارده عشان ما تقطع لنا العجينه ابدا. تمام. والعجينه هيك كمان صارت جاهزه 100%. عجينتي صارت جاهزه. هاي العجينه لازم كثير تنرق صح؟ هلا رح اورجيهم، بس خلينا بدنا نستخدم اشيل اذا فيه
اي سوائل، بعدين استخدمه على البصل. شوفوا بدل اجى على بالي امبارح فكره، بدل ما الناس تجيب الجاج وتسلقه اوكي خلص جيبوه مفروم، مثلا بدكم تعملوا رولات مسخن استخدموا الجاج المفروم ناعم. في كثير اطفال ما بيحبوا طعم اللحمه، بتقدروا تدخلوا لهم الدجاج المفروم ناعم بالمحاشي بالدوالي بكثير افكار. لا وانا حبيت كثير فكره الرول اللي عملتيها اللي كانت محشيه خضار كمان، وما ما بينت انها هي جاج، يعني زي كانها هي عجينه لما لفتيها، فهي كمان ممكن يدخلوها هاي الطريقه. مظبوط. طيب نرجع على عجينتنا وانت عم تقراي، بس بدي اخذ شوفوا العجينه لانها مرتاحه راح تعطيني نتيجه ممتازه، ورح نعمل منها حلو ورح نعمل منها مالح. مالح. طيب رزان عم تسال العجينه بتزبط للمكموره؟ تزبط. بس بدك تضيفي عليها طبعا حبه البركه والسمسم تمام وزيت الزيتون، وهي الاساس على فكره تفردوها بزيت الزيتون، ولكن انا بدي امشي بانه احنا حاليا بلش يخلص موسم زيت، يعني ما عندنا زيت زيتون كثير، فعادي استخدموا زيت شعبان، ولكن اللي عنده كميه منيحه من زيت الزيتون هي تفردوها بزيت زيتون. طب تغريد عم تحكي احنا من يافا بنسميها مكعكه. الكعكه؟ مكعكه. مكعكه حلو، بحب اتعلم اسم جديد. وبحب انهم بتحمسوا على الوصفات هدول. طيب بدنا نفردها. سوري هديل عم تحكي لك العجينه كمان بتزبط للبيتزا؟ لا هي بتزبط بس بتكون ناشفه شوي لانه فيها قرشه. تمام. طلعوا العجينه لما تكون كثير مرتاحه بتفرد معاكم بكل سهوله. أوكي. هلا بدكم تفردوها بهاي الطريقه بزبط، ولكن انا والله مع هالوقت صرت اعمل زي هيك وامدها وخلاص حالي 100%. خلينا نتفقد ايش صار بالنجتس وبدنا نشوف الحشوه ما بتاخذ معنا وقت. دائما حطوا الملح والبهارات بالاخر قبل ما تطفوا النار، سواء كان على اللحمه اللي معصجه. هيا شايفينها كيف بدها تكون قد ما بنقدر رقيقه. لا الاوضاع يعني مبشره. في امل تطلع مني في هي النجتس اللذيذه الجاهزه بدي اجي اطحن فيها. وبعدين حطيتيها بالمقلاية اللي عندك اوريدي جاهزه ومحطوطها حراره وكل شيء. طيب المهم النيه موجوده. قبل الفاصل يا مروه بدي اخذ جزء، بس خليني اخذ المعلقه من الحشوه تركتها تبرد. لا بدي افردها اكثر. لازم تكون رقيقه عندي قد ما بنقدر. بدي احط جزء من الحشوه وتشكليها زي ما انت بدك. بتشكلوها على شكل يا مطبق يا الصفيحة اليافوية اللي هي على شكل رول. ناخذ لفة من العجينة بدي اخبزهم قدامهم، يعني ان شاء الله الحق اخبز كم من وحدة قدامهم. شوفي لانها العجينة رقيقة وما فيها خميرة، لا ما بياخذ وقت كثير، ما فيها خميرة راح يستووا لنا على السريع. انا برجع بس بمدهم بهاي الطريقة تمام، بعدين بلفها حلو تصير عندي بهاي الطريقه. ما احلاها شايفينها هيها. يا سلام انا متعوده على فور علي. هيا هلا حطينا على الحشوه ملح وبابريكا، انا قررت اني اضيف البابريكا، كانت الشيف امتياز تحط البهارات المشكله، قررنا نغير وحطينا البابريكا. لا عادي اثنين بابريكا بهارات مشكله، يحطوا البهارات اللي هن بحبوها الهيل. أوكي. اي شيء هن حابينه. بالاخر رح نطفي النار يا دانا ونحط اللي هو السمه. يلا تمام. طيب هلا هي قد ايه بتاخذ وقت بالفرن اللي انت حطيتيها؟ حطينا احنا اللي عملناهم اللي هي الصفيحه اليافويه، بس اليوم عدلنا عليها شوي وعملناها بالجاج تقريبا على حراره 180 وما بتاخذ وقت، يدوب بتاخذ لها ربع ساعه. اوكي.